هنطير دلوقتي لتونس مع زميلنا مراسل قناة النادي الأهلي كريم أحمد ونعرف منه ونطمن منه على أخبار بعثتنا هناك. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا شيما، برحب بيكي وبرحب بكل السادة المشاهدين. عايزة أعرف منك طبعا وعايزة أطمن منك على آخر أخبار استعدادات فريقنا للقاء الهام والمرتقب قصاد الترجي التونسي يوم الجمعة اللي جاية، وطمني طبعا على الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني والجهاز الإداري. يمكن في البداية طبعا أجواء معتادة على فريق النادي الأهلي، وخاصة مباراة النهائي الأهلي والترجي التونسي لها طابع خاص، لها تركيز خاص، شغل كتير كمان على المستوى الفني والإداري والتنظيمي. يمكن الأمور الحمد لله حتى هذه اللحظة ماشية بشكل طيب بالنسبة للنادي الأهلي. بنتمنى وبنأكد في كل رسائلنا أن يوم المباراة يكون اليوم مختلف عن كل الأيام اللي احنا فيها. النهاردة طبعا احنا اليوم الثاني هنا في تونس في تأمين وكل حاجة، لكن يوم المباراة الموضوع مختلف بشكل كبير جدا، هيكون في حضور جماهيري مكثف. الامور يمكن ممكن تتصعب شويه على فريق النادي الاهلي، لكن في حاله تاهب هنا من الجهاز الفني في على طول يمكن احاديث مستمره مع اللاعبين من الجهاز الفني من اللاعبين الكبار كمان، ان ممكن يكون في بعض المضايقات، ممكن يكون في امور يمكن خارجه بعض الامور عن السيطره الخفيفه جدا. النادي الاهلي متوقع هذه الامور، لكن بنتمنى بشكل عام الجانب الامني التونسي هنا يكون على يقظه كبيره جدا جدا يوم المباراه. بنتمنى يكون في دعم كبير، يتمنى يكون في تامين اكثر من اللي احنا شايفينه في تونس ومنذ وصولنا هنا إلى فندق الإقامة، أو أيضا كمان بالنسبة لمطار قرطاج كان في بعض التجمعات زي ما قلنا شيما في أول يوم منذ وصولنا، لكن أمر مشروع بالنسبة للجمهور، بيحاولوا أن هم يحفزوا فريق الترجي التونسي، بيوروا للنادي الأهلي أن في دعم جماهيري كبير هيكون متواجد. لكن بشكل عام فرقتنا فصل تام عن كل الأمور المحيطة بفريق النادي الأهلي، وده ناجح فيه بشكل كبير جدا مستر باتريس كارتيرون والكابتن محمد يوسف. التركيز فقط في الفنيات، في التعليمات، أمور كلها فقط داخل المستطيل الأخضر. لو بطمنك كمان يا شيما على الحاله المعنويه وحاله التركيز اللي احنا شايفينها في وجوه كل لعيبه النادي الاهلي، لا بطمن كل جمهور النادي الاهلي في تركيز كبير في مراحل كبيره جدا ودرجات تركيز عاليه جدا لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني. وقلنا كمان واكدنا يمكن الكابتن محمود الخطيب رئيس البعثه ورئيس مجلس الاداره فارض يمكن كل الامور الخاصه بفريق النادي الاهلي التنسيقيه، بيبشر بنفسه في كل الامور الخاصه لفريق النادي الاهلي. التوفير مطلوب لكل الامور التنظيميه عشان اللعيبه بشكل عام تركز في المباراه، وده الهدف اكيد اللي بيحاول ان هو يوصل ليه سواء كابتن محمود الخطيب رئيس البعثة أو أيضا كمان الجهاز الفني. اليوم يا شيما هيكون التدريب الثاني لفريق النادي الأهلي على ملعب رادس. أمس كنا بنتدرب أيضا في ملعب رادس الفرعي، مش ملعب الرئيس اللي يستقبل المباراة. اليوم كمان هيكون تدريب خاص في الملعب الفرعي، على أمل غدا بإذن الله يكون في الساعة 8 أكيد بقى بتوقيت تونس هنا 9 بتوقيت القاهرة، هيكون تدريب خاص على ملعب رادس، الملعب اللي هيشهد مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي. بنتمنى بشكل عام التوفيق للنادي الأهلي، يكون لعيبة النادي الأهلي مركزة بشكل كبير جدا، حلم كبير بنأكد عليه كل مرة شيما ان احنا بإذن الله عندنا ثقة كبيرة في كل لعبتنا ان نعود من هنا بتونس بالحلم التاسع او البطولة التاسعة لفريق النادي الأهلي. انا معاك يا شيما لو فيها استفسار. يا رب ان شاء الله يا كريم. كريم كنت عايز اسألك برضو عن الاستعدادات الخاصة باستقبال جماهير النادي الأهلي اللي ان شاء الله بإذن الله هتوصل يوم الجمعة اللي جاي عشان تآزر وتساند فريقها. يمكن زي ما بنقول على ذكر الجماهير يا شيما، استعدادات هنا طبعا من سفير مصر هنا في تونس نبيل حبشي في تنسيق كبير جدا مع الكابتن محمود الخطيب على حضور الجماهير، لان البعثه يمكن بعثه فريق النادي الاهلي ليس اللاعبين والبعثه الاعلاميه فقط، لا لابد يكون في حفاظ على كل من نتواجد وراء اسم النادي الاهلي في هذه المباراه. فعشان كده باكد لك في تنسيق كبير جدا من جانب السفاره هنا والجانب طبعا وزاره الداخليه هنا والمطار وامن المطار على وصول جمهور النادي الاهلي اللي هيكون متواجد في هذه المباراه. التعليمات او التنسيق ان يكون في يسر في التعامل مع الامور الخاصه بشنط، يمكن طبعا الشنط كانت اتاخرت عندنا كبعثه فريق النادي الاهلي، ده ممكن كمان يكون مع جمهور النادي الاهلي، لكن يعني يمكن كلها امور بتكون بسيطه ما بيبقاش في اي امور فوق جمهور النادي الاهلي اللي